عللتم اهلا ونزلتم سهلا. خير حلقات قديمه قبل نكمل. والله لك الوقت اللي مرحبا. فرصة طيبة اليوم، أتينا لتونس الخضراء، التقينا بالسيد الرئيس، كان لقاء طيب طبعا بالتأكيد، وهذا اللقاء كان يتحدث حول أوضاعنا في وخاصة في بلدنا. بلدنا أخواننا تعرضت لهجمة خطيرة من قبل الإرهابيين، ولكن لدينا جيش قوي وتصدى لهذه المجموعات، والآن نحن إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة يعني نعتقد أن ستنتهي قصة الإرهاب في ليبيا. وهذا الحق بتعاون كل المخلصين، تونس من الدول الشقيقة حقيقة وجارة، دائما وقفة سياسية بالتأكيد، وتتحدث بقوة في المواقع التي يجب أن يكون فيها رأي، ونحن سعيدين بكل ما تقوم به رغم الظروف اللي هي عايشة فيهم. ويعني نعتقد أن سمعنا من السيد الرئيس كلام الطيب، ومتفقة رؤيتنا مع رؤيته، ونحن إن شاء الله زيارة خفيفة لأن احنا لا يوجد لدينا وقت، ولكن تونس غالية حقيقة.